الدبلوم ياك ما بيراتك ولا لا بيراتك اش بيراتك ديك الفورماسيون مشي درتها في الكولوراسيون في الكراتين ان شاء الله غادي نصبغ الموبل كله بداي بيا انا الاولى دا كينوض ليا الشيب اختي يا ماشي بعيد الله يكبرنا على طاعة الله ورسوله بالعكس شيب ولا لا مو دابا بالحق انا راه صغيره راه غير حيت عائلتي كينوض لنا الشيب بكري حتى انا اختي غير تبقى صغيره داكشي علاش ما بغيتش نزرب على راسي في الزواج حتى نلقى احلامي اللي بغيت انا كون كيهضر فرونسي مزيان ما يطلعش السروال حتى لهنا بحال فريد الاطراف ايوا هاتي جراتي خالتي ما تشربيش اكل الله يخليك هاد النهار وعلاش حيت برج ديال السطل ديالك قال الا مشيتي تشربتي اتي غتوقع شي مصيبه غتنوض الروينه اليوم ونهارك غادي يخرج كحل بحال داك الكحل الفرنسي الله يستر الله يكتب عنا ما كاتب الخير اش من سطر ولا قد اش هاد الخزعبيلات وبدا يدافع داكشي ديال الابراج دوك راه غير كيبغيو يتلفوا عباد الله وصافي بلاتي بلاتي غادي نمشي نشوف سيدي مشيد ونرجع صافي مش عارف لا عطي بلاصتي لخدمتك ولكن انا موراها انا الاولى لا 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 انا دابا لا 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 انا الاولى انا تبع على الخدمه اختي يا ناري بشويه عليك ايوا فازيل عندك هذا خالتي عادت معك برج السطر ما تيكذبش لا تختي بلاتي غنعاونك غنعاونك وتهلاي فيا يلاه يلاه تهلاي فيا اتاي شويه باسل ميرسي مافي بلاتي لا خدش بلاتي عرفت شو دير راسك خالتي اوف ديما نطيرها مني خلعوك كنت عليك الله اش بغيتي عرفتي كنت نقول لك واش تقديتي داكشي اللي قلت لك في شغلك وخليني في شغلي ماشي انا ماشي من وين سافرت مع العدل فينك هذاك وجهي البلوين انت ومع من فتحتي حتى مع خدوج ويلي 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 اش هاد المصيبة درتي ماشي انا ماشي انا وخالتي قلت لك وانا ما تشربيش هكا قلت لك ما تشربيش هكا انا غنمشي نعادر دابا هو الاول ضرك عليا وجهك ضرك عليا وجهك خرجي عليا خرجي عليا خرجي عليا خرجت عليا وقلت عليك الله ديما 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 جيراني جاري راري جارتي ديما 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 جيراني جاري راري جارتي ديما 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 جيران دارت ليام تبدلت الحوالة ديما ديما جيران اليوم نهز الحمل عليك ديما ديما جيران مر عليا ومر عليك ويلا عباد الله شوف شوف ديري يا بنت انا ويلا عباد الله شوف شوف ديري ديري جيب لي هذا القنافة ديال هولندا حتى اللي داو واش راك انت القنافة اشنو اش هاد المصيبة درتي نقيت له مع لا 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 ضو ولا حتى شي حاجة باش نوصل حالتي انا دابا باش انا ما درت والو انا جلست ارتحت شي شوية عباد الله فين غادي نجلس يقول لي فين غادي نجلس واخا بقى واقف غير بقى على خاطرك ما تعصبش انا جاي انا جاي نهار دوبل ما حملتش هاد الموبل ما حملته ما قبلته ملي بغيت نتزوجو قلت لك ما نسكنوش نسكنو في بلاصة اخرى واش قلت لك ولا ما قلتهاش لك وانا ميجو ما نقدرش نتفرق على جاراتي ولا نفوتهم هاك همي هاقضي بها على ما نشوف اش ندير كنقول لك عباد الله واش انا غادي نغسل لك حالتك ولا بهاد المبارد واش غنغسل الماء بارد واش انت متلجه خايبه عليا بغيت تقتليني غسل غير وجهك تحل عينيك بعدا عاد نشوف اش غندير هاك نعم شكون لا لا غير اختي اش واقع علينا سلام السي مجيد كيما انت لاباس عليك اش انت اختي اش واقع علينا ما عرفتش طاري عندي المرض ضو حتى انا بحالي بحالك هي اختي بغيت نتفقس ندور الماكينه ديال الصابون وحلوا لي القشوع في راسي كتقولي لهم الماعن نيتا واش انا حاصل في الكوزينه انت خاتك تحتك تتحدي لي وصل في راسي انا جاي سيدي مجيد مقلق بثلاث ساعات اخرى عطاك السر سيري سيري كاع عندنا رجاله اختي ايوا كاين رجاله ورجاله انا سيدي انا جاي انا
على وجه الله مشى. الله يا ربي انا زيني مشى الله الله يا ربي انت في كنخبي ليهاش ما فيهاش مشيت فيها اليوم عبد الله يطلقني والله تيطلقني. عجبك الحال الليل دركو ياك كنت راس وليت رجلين ها هو دركو مشاو الدو الخدمه مشات كل شيء وقف ليا باش غنخلص انا السيد في الشكايه ديالو باه باغي صبر صبر شويه صبر دابا يرجع انت اش غيرجع ترجعي في شي زوبيا شتك انا ندوي معاك وانت بركه تحلقي تدوري دوي معايا انا وجهي هو مشى هذا تشوهت يلاه بسم الله الرحمن الرحيم انت شكون داير فيك هذا هذيك عبله بغيت الكلاب يلعبوا برجلها هي اللي دارت فيا هذه الحاله هي اللي جواتني اش شو هذيك راه كنت تمشي وبارك باقا مشي يعني لا فوت ديالك انت نهار كامل وانت خاشي راس بينك الصالون تاع مرت وحي عارفين ما بجاو بغاو يجربوا شي تلبيخه كيسبقوك انت الاولى سرك والله الا سرك بابا راني بغيت نخدم باسا ولكن ما كاينش الضو الضو مشى وليدي خرجوا عليه العيالات حيت ما عندهم ما يدار صافي وليدي عالي الضو الا مشى غادي يرجع وجه ماما كل اللي مشى تاش مشى وجهك راه باقي في بلاصتو من غير قعيني كلشي باقي بلاصتك رانا اللي مشيت انا شي نهار غيجيو يديروا لي الماينوط هنا ويدوني للحبس على شي كدون بوشعيب كاين شي تيت فوق الحاله والما فينا هو سنخد القاعة من الثلاجه فكرتيني في الثلاجه هذاك اللحم والحوت اللي كاين في الثلاجه حيتي درك ويخنس كلشي واش غندير لك انا دير لك دلس امشي ندورميو روح ما بقايش دير روندر لا تعطيش في جوج يلا سيدي يلا لا تبارك الله عليكم خدامين كتلعبوا يا با ديليكتريسيتي يا با طرافاي نو سي با فري لا لا سي فري سي سوفيان ولا تسيفري ما كاينش دابا والله هذيك سي عبد الله انا تابعني الخدمه بزاف خصني ندخل خدمتي كلها بالضو حاول ترا موي هاني خدام بالضو الله العظيم كل المشاكل مازال مال الواحد ما دخل هاد حيد كاع اش غنديروا في هاد المصيبه اش المصيبه هادي راه سهله كيف سهله واش العماره فيها سانديك كاينه واش عباد الله الدروج مسخين الباب ديال الدار حالته حاله السطح منه السطح السطح ماله السطح زوين مهوي السطح فيه كاع الزبولات فيه الكارطون فيه الميكات فيه الخشب اللي كتلوحوا فيه المشاش كيديروا الما فيه انت واش عباد الله العماره ما فيهاش الضو وتا واحد ما كيدوي العماره ما فيهاش الضو تا واحد ما راضي يشكي تا واحد ما راضي يمشي يخلص سيلانس هذا سيدي كيف كيسميوه كيقول عليه ذاك الراوي كيقول لك هذا الخنوع والاستسلام واخا عم خاصنا ندويو شكون اللي خصو يتكلف بهذا الشيء شكون قول لك كيف اللي خاصنا ندويو مع داك الحمار ديال مول العماره وي قال لنا حل هذا الشيء وراك انت هو البريكوس كيفاش وانت هو الحمار تسد قول امزي قال لك انت هو مول العماره ايوا انا هو مول العماره ايوا ايوا دابا راه خاصنا نديرو الشاندي قال لنا عيب الله مع من كنهضر مع النسيبه انا عندهم تكفرتها طونطو اليوم يجري عليا ما غادي يجري عليك ما غادي تجري عليه شوف غير كي غادي ديري الزغبيه ما خدمتش اللي صوتي لها لوجه دعوه بالدبلومات ولا شغلك على قد الحال اش داك اختي شي فابوزون خليك غير في السشوارات في سوقك حتى ديك المبرد خالتي قلت لك قبيله ما تشربيش حتى وشربتي واش انت البرج ديال السطل وانا نخربو ايوا المهم انت اللي حرقتي الضو ومجا خدوج الحمد لله اللي جات في خدوج وزعما خدوج كبرات حتى الا تشوط لها الوجه ماشي بحالنا حنا ايوا نبقاو حنا بلا ضو شنو غنديرو دابا اسكتي كون شتي سيدي مجيد ديالي شنو دار ليا قبيله بالنقير خرج من الحمام كله عامر بالصابون ما دري العيالات رجع الضو ولا مازال مازال وي اسكتي على سيدي سفيان حيدها ليا لتحت ما عرفتش غندير معاها انتوما سيدي سفيان سيدي مجيد صدعتوني اما كتفكروش فينا حنايا واختي انا راجلي صعيب وما كيصبرش قولي لي على لا يمشي يضرب على جيبه ويجيب المعلم على ماله بوحدو اللي ساكن في العماره هادشي باين ليا ماشي مزيان اختي يكون عندنا السانديك بصح نيت حنا كون كان عندنا السانديك فهاد العماره كاع ما نوقعو فهاد المشاكل ولكن عمارتنا صقعه والله كثر خيرك بنيتي هذا هو المضمون فيك راه بغيت نقول لك زعما كنا حتى حنا كون كان عندنا سانديك راه امورنا متوله ما كرهناش حنا تكون عندنا سانديك من الجارات اها انا علاش غادي نديرو السانديك مرة على قلة الرجال في العمارة واو سمعتو غيتا دابا كيفاش ولات تهضر
فينا هي المراه بحال الراجل وفحالنا فحالهم ويدينا بيديهم هذه كتقلب على الصباعات لا منا حنا ناقصين يد ولا رجل ولا نيف ولا ودن ها ولا مصرانا الزايده شوف اختي الراجل ما يمكنش يكون سانديك حيت ما عمرو غادي يمشي يخمم في القناه يشوفهم واش مجفين وما عمرو غادي يشري معطر ديال الخزامه نيفر اش ياش اسم غادي سالسه غير راجل اللي عطى الله عطاه وجهي اللي مشى لا لا واه خدوش دابا يتقشر ويبرا خدوش راه اتفقنا باش نديرو فيلم بالسانديك ونديرو السانديك مالهاش فيها نديرو السانديك ونديرو لاسانسور ونديرو شي جريده قدام الباب ونديرو كاع شي ملعب يلعبو فيه الدراري الصغار ولا خدوش واش تصطيتي اسم الله عليك حبيبتي طلعت لك واقيلا سخانه للراس هادشي اختي راه شغل العماله حنا بغينا نديرو سانديك يقاد لينا غير امور ديال العماره هادشي اللي بغينا صافي ونزيدك وحده اخرى ما تلقاوش محسن مني انا انا تبارك الله عليا حادقه وقاده لا انا اللي نقدر ندير هادشي حيتاش انا خدامه في الديكور ونقول لكم واحد حاجه شتي هاد الموبل كله نقدر نرجعو فحال ديور د هولندا انت بعدا كاع ما ساكنه ياك طالبه لا جعير عند غيطه عرفتي ما كاينش محسن مني يدير لكم انا السانديك ياك انا جديده كنضل نهار وما طن وانا جالسه في الدار مقابله الحيوط ما كاينش محسن مني ايه واختي انت جديده وليني راجلك قديم كيفاش قديم معلوم قديم على فين دار عرسو على المره الاولى غير عندي هنا في الدار انا شكون اللي طيب ليه المسمنه السخان ليله الصباحيه ديالو فيك انا انا كفرنا وقيل ما كانش عارف غيطة اختي دويت انت اللي جريتي ليا لساني هي وينا ما داكشي اللي قالت لينا عبنا بالصح نا كافر بيخت سوا ولو انت هنا ما جايب خبر اش من خبر الدمر رجع المعلم عاد مشى لي جاب المعلم عبد الله شبيتي ما كثر من هادشي شتي انت باليا مام كونيكتي ما والو وانت عندك الريزو عيان شنو هو الريزو عيان وانت اللي عيان ها نعطيك الخبر ديال هاد العماره وعشره بحالها راه اسامه هذا هو رجعك على الله وما كاين غير التقامر اها ودا ما تشوف شي طرا لك منين يجيبوا السانديك وايلي حتى انت السانديك وين جات الخبر قلت لك ما سايق خبر راه كاينين جوج ديال الاجتماعات الاول ديال الرجال في الكراج والثاني ديال العيالات في دار السي بوشعيب ايه تخلعك بالله اسكت ما دير شي حس يديروا اجتماع بلا كونسيرج ما يمكنش من يخرج لي هذا السانديك هذا من يخرج فراسك الا جابوا السانديك يقدروا يجيروا عليك من السطح دخل عليك بالله باي باي يا تام حمس باي باي تيريرين تين واخا واخا خويا واخا خويا عاد شوف اخويا غالي شوف ابوي لا يبطل ابوي لا يبطل شاشرة افرحوا لي مع راسكم ما بقى الدوشة مالكم مغوشي رانا ليش المعلم صوب الضو خلصوا وراه مشى بحال تبارك الله عليك ايوا صافي الامور كلها واضحة انا نبقاو نضيعوا في الوقت شنو زعما ما فهمتش المعلم عبد الله هو السانديك كيفاش ما متشاورشي انا صوت ها واش انا صوت المعلم عبد الله ريسبونسابل قد فمو قد راهو ايوا على ما احنا ما عندناش الفم ما عندناش الكلام ما نقولوش لا حاشا سي مشعيب انتوما عندكم الفم ولكن الدراع ما كاينش اجي قول لي سمح لي واحد السؤال شكون اللي صايب الضو عبد الله انت شكون اللي صايب الماء ايوا ايوا سي عبد الله هو السانديك صافي والله يا صاحبي والله العظيم لا حشمتيني بالله وكنت شكرك بزاف من كل قلبي على الثقه اللي درتي ليا وهادشي بزاف عليا صاحبي اش بغيتي اش بتخرقوا نتوما اش كتقولوا هو في الواقعه سي شعيب لا درتو فيا الثقه العامية كيكم انا غادي نتكلم لكم بالعماره ونحيد كاع المشاكل اللي فيها الفار ما الله يرحمك الفار ما خليش حاجه وين الشهر كل واحد فيكم غادي يبدا يبزيل لي من شهر لشهر 300 درهم وكل شيء خلص ماشي واحد يعطي واحد واللي تابعو خيطيبيطي الخدمه وهذيك الساعه ملي غنشد فلوس غادي نسبق الفرساطه ديال الدار حيت كيقولوا جدودنا الاولين علامات الدار على باب الدار واش انت باغي تولي سانديك ولا كتضرب على الانتخابات ها شنو كيدور عندك في داك الراس من الصباح وانت بديتي كتكذب من الاول بديتي كتكذب انت مالك اخويا مالك اش درت لك انا قدام العباد لا مالك راه ما تسمح لك لا هنا لا في الاخيره ما تسمح لي ولا ما نسمح لي اسمح لي اش كاع اش بيني وبينك سمحوا لنا حنا واحد دقيقه عفاكم عندي الخدمه بزاف انا غادي نمشي الاجتماع بالنسبه لي انا ساله تفهمنا عندي المراكز لا الله يرضي عليك انت ومرتك والله الا هذا السيد هو اللي يطري فيكم كلكم ما تسولوش بصل سي سفيان سي سفيان هذا غنجبد ليه الشيكات واقع فين وليد نجبر الوير ديال
شوف واش عيب وجبر العصا ديال المعلم عبد الله وطالع نازل العاب وفي الاخر يلحوني بيعصا مصديه. انا مسخوطه ثاني انا مسخوطه. سي سفيان عارله عارله الا ما فكني عارله انا راه غنكون شي رجع على قد الحال. صافي حتى واحد ما غادي يجري عليك. اتفقنا عبد الله هو السانديك حيد عليا. سي سفيان شوف راه الا كان عبد الله السانديك راه يقدر يجري عليا حيت انا ما بقيتش باقي خدام عنده في الكراج. اسمع 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 عبد الله ما تخافش منه رجل طيب. اللي تخاف منه هو ذاك مجيد. شتي هذاك مجيد ديال بحال هذوك اللي كيضربوا في الزنقه وسير قول عليه. هذا رودريغو هذا ما حملنيش من عند الله ما حملني جنونه ما حملنيش علاش الله اعلم. كتجيب لي الروسي كنخلص لي يدو كنخلص لي الماء كنسخن هذاك خينا ما عرفتش اش باقي عندي. خويا خويا سي سفيان الله يحفظك سير الله يعطي الصحه لكونت بونكير ديال سير اللي ما حملك سير الله يعطيه السيزي. مناش خايف؟ مناش خايف؟ لا خايف انا مناش خايف مناش خايف. شوف قصح قلبك وقف هنا راجل ما تخافش الخوف ما كاينش كون راجل خرج لهم عينيك وقف هنا في الدروج كيجيبوا الطراكس ما تحيدش قول لهم ساميدون ساميدون في الدروج واقفون قول ساميدون ساميدون. تخلعت حسابي مراتي شاور معاها ونعاود ننزل نجي لابس البيجامة احسن. سي سوفيا سي ابوي على مرتي ياك سفيان ياك شهر العسل صعب لك انا بوحدي صعب لك ما عندي فاميلا ولا واخا وليدي دابا نوليك ان شاء الله شهر الثمن سير الحي ان شاء الله دابا تفرج مراتي العزيزه مراتي توحشتك احسن طيابك هنا في افريقيا على ريحه طالعه من الدروج. عالسلامه. الله يسلمك. غادي تقولي لي علاش تعطلت؟ ها هما تحت كاينين في الكراج دايرين اجتماع على قبل السانديك حضرت معاهم ساعد الناس عمرهم ما غادي تفهموا. شكون بغى يولي سانديك؟ انا اللي قلت لهم السي عبد الله هو اللي كيبان ليا كابابل. وانت؟ مالي ماش درت عاوتاني؟ علاش اخويا انت ما توليش السانديك وتشد الامور ديال العماره؟ لا الله يهديك انت عندك مش عيب هو مول الموبل عندك سي عبد الله هو اقدم واحد كاين هنا في العماره انا وياك عاد مازالين جداد. لا اخويا انا اللي جديد انت راه قديم مع راساتك. كيفاش قديم؟ قول لي شحال هادي باش سكننا في الدار؟ بغيتي تحصليني؟ انا نقول لك 4 شهور و4 ايام. عمرك جيتي لهاد الدار قبل ما نجي لها انا وياك؟ بالعمى؟ عمرك سكنتي في هاد الموبل قبل ما نسكن فيه انا وياك؟ لا ما عمرني ما سكنت في هاد الموبل. وجاوبني وقول الصراحه. لا جيت باش نكريو انا وياك عاد باش جيت لهاد العماره. مأكد؟ مأكد. ماشي في هاد الدار هادي سكنتي انت وديك خيتي اللي ما كتسماش باش دوزت وياها شهر العسل بالعاني سفيان سكنتيني هنا باش تبقى تفكر وتبقى تشوفها في المنظر ياك. لا سوسو عندك الحق نسيت انا سوسو انت نتفاهم انا وياك. شوفي راه ما كاين واقع حتى شي حاجه انا نتفاهم انا وياك. انا هذيك المراه الله يخليها يا ربي ندمت حتى تزوج في هذا النار. هذيك الله يخليها بالخلاف هذا النار كنا انا وياها في العرس ماركين طق طق شطح وداك الشيء ناضت تما كتغوت قالت لك والو بدات كتبكي لهم قالت لي رجلي برجل بنتي ما تبغيتش تفارق معاها. هزيت وهربت وجيت لقيت واحد الدار هنا كتكرا وجلسنا فيها ما كاينش لا شهر عسل لا والو ليله وحده وهربنا بحال هادنا. الله ينعلبوا الزواج فين ما كان. كتكذب عليا سفيان ياك كتكذب عليا. والله ما كاينش شكون انا والله حتى نوريك السعديه بنت الحاج بوحدها علاش قاده سمعتيني مزيان راسك كتلي هضري اللي بغيتي قول شي حاجه اللي بغيتي تقول بغيتي تقول شي حاجه حيد الموس. صافي الجارات اتفقوا السانديك غادي تكون وحده من العيالات. صافي ها كلشي قليله قداو الرجال ونقع العيالات. حيتا قلتي مالك كتاكلي واقفه؟ كنسخن الخبز لسيدي مجيد ما كيبغيش بارد. سمحي لي سيدي مجيد ما عندوش رجلين ياك. والله ما عرفتش علاش هاد الناس هادو ما كيدخلوا السوق راسهم. ميرسي سيدي مجيد. لا لا راه ماشي عليك على هذاك سفيان. مالو؟ انا لا داك سفيان هذا قال لك بان عبد الله هو القديم في هذا الموبل هذا هو اللي كيفكر مزيان هو اللي بعقله وهو اللي خصو يكون السانديك هنايا. ما تشاور معنا ما عبرنا ما حتى شي حاجه بحال الفوضى هنايا. ايوا في الحقيقه ما قال عيب سي عبد الله تبارك الله عليه يصلح يكون سانديك. اودي قلتي اودي قلتي على عبد الله ولي من الخبز الخبز غادي يتحرك. قالت لك سي عبد الله تبارك الله والصلاه على النبي عليه يصلح يكون سانديك وانا متفقه معها. حقاش الى ضروري راجل يكون سانديك حسن يكون عبد الله. ونقول لك صراحة أنا بغيت وحدة من الجارات. ميمي مالك؟ ميمي أجي تغطي صافي بارك أجي أجي صافي وصافي يلا يلا أجي تغطي أجي. قول لي باش كملتوها؟ باش غادي نكملوها؟ باش غادي نكملوها؟ أنا ما نقبلش أنه
واش انا قعدت عبد الله هذا كيكون انا سانديك عليا ها بغي انت وعرفتي شنو ترقيه ولا سعاد يلا شنو شنو دابا شنو هادشي واش الهبال هذا نديروا بالنا وقع واحد المشكل في هذا الموبل هذا وقع مشكل ديال الماء مشكل ديال الضوء مشكل ديال النظافه المراه هي اللي غادي تمشي تجيب المعلم وتوقف عليه ها المراه غتوقف ماشي بحال الرجال الرجال غادي يخليو داكشي كيف ما هو ما غادي يوقف ما غيجلس وعرفتي شنو عبد الله حسن واقيله اها كيفاش عبد الله حسن عرفتي عبد الله نخليوه يدير خدوش صافي هي اللي تكون في ستانديك وهنيونا يلا مالك مالك صافي 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 عرفت عرفت شنو اوا حبيبه اوا الشكلاط هاو 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 هاك 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 صافي يا حبيبه الصحه والراحه جيبي حبه الماء فين هو الماء هاو هاو قدامك هاو خبز منه هاو زيت أكله يلا زيت أكله هكذا الصباح ما هي ذكرى لا سعاد خليني ندخل هنا نبدل عليا ونجيو نجلسوا نفس الجلسة لا والو ما غاديش تدخل تقول لي علاش بالضبط اختاريتي هذا الموبل دوز معاه في شهر العسل مشكلة هذه علاش بالضبط هذا البورطمي هذه اختاريتي تدخلها ليها هذيك سعاد راه ما اختاريتش هاد الدار هادي راه ما بغاتش تدخل لك دماغك حنا هربنا من نهار العرس بغا نعاود لك الكلام من الاول هربنا وجيت لهنا ليله وحده لا 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 شتي شتي اللي كتقول فيه اكل وزيد عليه القضيه عندك حتى فيها ان ما كاين لا ان لا حيث ما لا كذا الله يهديك خلينا ندخلوا دابا نبدلوا علينا ياك سفيان ياك بالعاني انت سكنتي هنا باش اخويا في لما تلفتي تبان لك ديك الحبيبه حاسه 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 على لا سعاد الله يهديك انا سكينه يا بنت الحاج بعزه قالت صفدر غفلون طيقاتك انا لا في في ديالي افات صافي 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 ما تربش غسلوا عاد هذه قالك فريدة أنا بزاف عليها السم الحار عليها ما توصلنيش تفضل شوف شوف شنو دابا كنت تسببي أنا اللي بعيدة على والديا ياك سفيان ياك واش عرفتي علاش طلقت هذيك خيتي ولا لا علاش حيت كتغوت بزاف ضرتني في ودني اسمع سيدنا حنا العيالات راه اتفقنا باش تكون وحده فينا هي السند يا دابا هاد المستشار عندنا حنا ما يدير في الخلال لا ها طيب شاع عندك البورطال راه شاع دوي معاه البورطال دخل نقول لها انايا علاش غادي دوي معاها راه اتفقنا حنا العيالات كاملين بيناتنا الجارات بعدا فينا اللي غتكون ولا ما غتكون حتى وحده هاد الحساب حسن والو انا اتفقنا كلنا باللي قلنا عبد الله هو السند ماشي عبد الله وما اتفقت انا مع حتى شي واحد على عبد الله ولا على غيره صافي نسوب شعب الله يهديك ايوا شتي نتوما ما متفقينش حنا راه متفقين على رقيه لا اختي انا ما متفقاش تبارك الله عليك يا بنت اختي نزلي داك الرجل لا خالتي ماشي هكاك لو ولدي سانديك راه لاكاس غتكلف ليك ديال الصالون مع هاد الموبل وانتوما مالكم نسيتوني انا ياك حتى انا ترشح الله يهديك اميم راه ما مرشحينش للبرلمان انا سانديك سانديك علاه سانديك سهلتي سانديك اصعب من البرلمان علاه بالسلامه والعافيه اش كيضلوا كيديروا دوك البرلمانيين ماشي لا وصافي انا قلت لكم انا غنديرها واش كون دابا سانديك سخفتوني انا كنقول عبد الله لا ماشي عبد الله لا عبد الله لا ماشي عبد الله ماشي عبد الله مراته صافي 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 صلاة النبي اللي اتفقت عليها غادي نديروها ياك حنا ديما جيران نعاود حيت قلب الصينية تهبا القشمة لا 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 المشاق في المواعن انتم كتقول لهم هنا المواعن القشمة القشمة القشمة